أن هناك البعض بيحاول أن يشكك في كرة الهدف بتاع علي معلول. أنا كرة هدف علي معلول أنا من الأول ما شكتش فيها، يعني أنا وأنا بتفرج اتنطط الهدف الثاني كرة سابقة أصلا، ولا فيها أيوة لأنه شك. لأنه أيوة. يعني وأنا قاعد بتفرج، إحنا قاعدين بنتفرج، فإحنا يعني لعبنا كرة شوية، صح. فأنا نطيته وفرحت واتبسطت وبتاع، وبعدين فوجئت قلت له فار؟ فار ليه؟ بجد والله بجد أنا بتكلم بجد، فار ليه؟ فقال لي لانه حد كان معانا مجموعه كبيره، يعني قال لك ما هو لانه بيقول انه اوفسايد على مين؟ الكره مسابقه، انا من اول حد الكره سابقه واضحه يعني على الاقل بقطر الكوره على الاقل خلاص. فيعني مين فين عشان ايه؟ ولا البعض بيحاول ان يشكك بعد ما لا يشجع النادي الاهلي، يعني بيحاول ان هو يودي ان هو يشكك في النادي الاهلي. بص يا عم هم بيكسبوا بالحكم، يعني صعب الجون كان جاي في توقيت طبعاً. صعب وصعب عليهم يا كابتن اسلام، الفرقه بتجيب جونين في واحده في الدقيقه 94 وواحده في الدقيقه 96 وخلاص، كانوا هم على امل ان النادي يعني طب يعني اخد كره بس دي الصدمه كانت صعبه، يمكن انا شفتها واضحه طبعا يا كابتن اسلام. الصدمه كانت صعبه والحمد لله ان الفوز ده جه في التوقيت ده، ده انا شايفه اهم فوز للنادي الاهلي في الموسم. مظبوط، فوز معنوي على الاقل، فوز معنوي بيرجعك تاني للدوري، ان انت ان شاء الله تتصدر الدوري قريب. الحاجه الثانيه ان انت بتكسب قبل المباراه النهائيه، بقى تديك دفعه معنويه للعيبه عايزين في الفتره دي، بس مهم جدا مهم جدا لكل جمهور النادي الاهلي يا جماعه الفتره دي الدعم، بس مش عايزين كلام لا على صفقات ولا حد مش عاجبه لعيب ولا حد مش عاجبه مدير فني ولا حد مش عاجبه، مش وقته خالص الكلام ده، اجله الكلام ده اسبوع بس. الوقت ده محتاج دعم، لازم الناس كلها، وانا يعني النهارده جمهور النادي الاهلي بيعمل كده، بيعمل على الهاشتاج الثالثه على التوالي، فجمهور الاهلي واعي وفاهم الكلام ده كله، لازم ان احنا ندعم الفرقه في الفتره دي. دي حاجه مهمه جدا، مرحله الدعم، مفيش كلام على اي حاجه، ما تسمعوش اي كلام لصفقات مش عارف اي حاجه ثانيه، اي اخبار اي مش عارف مشاكل اي لا ولا نخلي بالنا من الكلام ده، نقفل على الفرقه ونركز، عشان ان شاء الله احنا قدامنا فرصه تاريخيه ان احنا ناخد الثالثه على التوالي لاول مره في التاريخ، اول مره فريق في افريقيا هيبقى ياخدها، وكمان بيتسو موسيماني مهم جدا ان احنا ندعمه الجهاز الفني بالكامل في الفتره دي، موسيماني قدامه فرصه تاريخيه ان هو ياخد البطوله ثلاث مرات، يعني يصنع التاريخ لنفسه ويصنع التاريخ لنادي الاهلي، يبقى اول مدرب افريقي ياخد دوري ابطال افريقيا ثلاث مرات ورا بعض، ودي حاجه مهمه جدا. لازم عمليه الدوافع عند موسيماني وعند الجهاز الفني وعند اللعيبه ان انت يبقى عندك الحلم. كمان موسيماني يا كابتن اسلام هيبقى حقق بطولتين اصعب من وجهه نظري، اصعب بطولتين في النادي الاهلي، يعني دخلوا النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، بطوله القاضيه ممكن اللي هي قدام نادي الزمالك نهائي القرن، وبطوله قدام الظلم اللي حصل قدامنا السنه دي، والنهائي يبقى في المغرب ويتحدد قبلها باسبوعين وفي محمد الخامس. اعتقد ان البطولتين دول لو جابهم موسيماني هيبقى يعني ان شاء الله يدخل التاريخ، وده اللي لازم نقوله في الفتره دي، لازم موسيماني تجدد الدوافع، اللعيبه بتاعتهم تجدد الدوافع الفتره دي، لازم نقفل على الفرقه بشكل كويس جدا، وده اللي بيعمله النادي الاهلي أيوة. ان شاء الله عشان نقدر ناخد الثالثه على التوالي زي ما جمهور النادي الاهلي قال على الهاشتاج. طب نبدا عشان نبقى بنتكلم في سياق الموضوع، كفايه كلام عن الدوري المحلي واللي بيحصل في الدوري المحلي، خلينا ننتظر الاربع خمس ايام دول على رايك ولا الاسبوع ده، ونشوف ايه اللي هيحصل، ونفضل احنا نساند وندافع ونقف في ظهر النادي الاهلي وجمهوره، وجمهور النادي الاهلي يقف ويساند ويدعم فريقه خلال الاربع خمس ايام اللي جايين زي ما احمد وكريم والكل الحقيقه بيقول. الفتره القادمه هي فتره الدعم فقط، دعم فقط، اي حد مش عاجبه اي حاجه ينتظر لما بعد النهائي ان شاء الله. بعد كده هنتكلم مع حضراتكم في كل شيء.